أكيد ألف مبروك للأهلي، هارد لك لنادي العين. أستاذ أحمد، أكيد ثلاث نقاط جد مهمة، لكن هناك علامة استفهام كبيرة على دفاع نادي الأهلي. وستظل علامة الاستفهام مطروحة حتى يتم التعاقد مع مدافع أجنبي، مدافع على مستوى عالي كما أعرف يعني. طبعا كانت من خيارات المدرب الأهلاوي في الفترة الماضية أن الأهلي يبحث عن مدافع، لكن ربما ما وجد من يبغى، لكن الآن أثبت المدرب أن رؤيته صح، وأثبت المدرب أنه يحتاج في الفترة القادمة مدافع على الأقل يقود هذه المجموعة. أما بالنسبة للمباراة بشكل عام، في المباراة أجمل ما فيها الثلاث نقاط، وأجمل ما فيها أيضا هاتريك السومة والمستوى الجميل جدا لفريق الفريق سواء. نعم، سومة تعرض في الفترة الماضية لحملة إعلامية، وتعرض للسخرية، وتعرض من أشياء من إعلاميين كثر. كان السومة يدمي شباك فروقهم، فبالتالي ما وجدوا إلا هذه الفترة تصفية الحسابات معه. اليوم الرسالة السومة استطاع أن يرسل هذه الرسالة لهم، يقول أنا موجود. طيب. ومن خلال أيضا يصالح والده اللي نتمنى له طولة العمر إن شاء الله، ونتمنى له أيضا التوفيق في نادي الأهلي. طيب. نقطة مهمة، دقيقة لو سمحت، حتاخذ كل الوقت، أعطينا وقت أستاذ أحمد. العين الوقت ملكك. لا لا لا، ملك البرنامج، ملككم أنتوا الاثنين أكيد. العين بيقدم مستوى جيد في كل لقاء، بيحرج الكبار لكن يحتاج إلى نضوج. شوفي، هو المدرب اولا لازم يلعب على قضيه انه اللعب في العين صعب على الفرق المنافسه لارتفاعها عن مستوى سطح البحر. هذه عامل جيد يجب ان يرهق الفرق بدنيا، يجب ان يزعجها. لكن اليوم شفنا، نعم هناك محاولات وسجلوا ثلاث اهداف، لكن شفنا ايضا اخطاء دفاعيه سمحت للاعب مثل السومه انه ما تخطئين امامه. اعتقد اليوم اللي قدم العين جيد للبناء عليه، هو لا يزال في المركز الاخير، لا يزال صفر من النقاط. لكن اليوم قدم، يبدو انه المدرسه الالمانيه تحتاج يعني الى حل، يعني سكيلي بيحتاج انه يتصرف بطريقه او باخرى، خاصه امام كل المستوى الذي يقدمه العين من جوله لاخرى. صحيح، هي على الناحيه انه تطوير ثقافه اللعب. اليوم شفنا الجول الاخير، الهدف الاخير، يجب ان تكون الدفاع افضل، يخلصها من امام على خط المرمى. وشيء ثاني مثل ما قلت لك، بدنيا اذا يلعب العين باداء بدني عالي مع كل الفرق يتعبها، ممكن ياخذ منها نقاط على الاقل على ارضه. طيب، عشان ما اكون قاطعتك، تفضل استاذ احمد، ولكن بايجاز، كان عندك كلمه تحب تضيفها. طبعا الكابتن سبقني على فريق العين، ونفس الكلام اللي قاله انا اضيف عليه بان هذا الفريق بيقدم مستويات جيده وبيخسر، واعتقد انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيحبط. تعرف الهزائم، هزيمه وراء هزيمة ربما تشكل إحباط للاعبين، فأتمنى أن يخرج من هذا النفق، نتمنى خاصة المباريات القادمة ربما تكون أقل من الأربع الماضية. نتمنى ذلك بالتأكيد.